اذا اتفق الاخوه ان يزوجوا عيالهم كل واحد ابنه الثاني بدون مهر، هل يدخلوا بذلك في الشرار؟ ليس هذا من الشرار، اذا كان هو شرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا باس بذلك، ولكن لو بد من المهر يجي لكل واحد مهر مثل لو وإن لم يسموه فلا بد من المهر، لأن الله جل وعلا قال لا بد عليهم طلب النساء ما يتمسهن أو تجدوهن مالي فنيقا، فنكاح صحيح وقد بعده مطلعهم الحديث الصحيح من نساء سئل عن المرأة التي لا يقرض لها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شرع. نعم عندي هذا المهر بالاتفاق ان الكسوة سواء من الذهب والثياب إذا تراضوا به لا بد، إذا تراضوا على كسوة أو على دراهم أو على حلي من الذهب والفضة كفى.